إذا كما تفضل السيد الوالي نجتمع اليوم في ولاية شلف المجاهدة والمضيافة بمناسبة تحقيق إنجاز هام ألا وهو بلوغ عتبة 1,000,000 أسرة موصولة بتكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنزل أو ما يعرف بالFTTH. في سنة 2020 في بداية سنة 2020 كان عدد المشتركين في خدمة الFTTH لا يتجاوز 53,000 عائلة، واليوم يتعدى 1,000,000، أي أن عدد الأسر الموصولة بالFTTH تضاعف في هذه الفترة بما يقارب 20 مرة. لقد تحقق هذا الإنجاز بفضل مجهودات حثيثة بُدلت على 3 جبهات. الجبهة الأولى كان واجب توفير التكنولوجيا في مختلف مناطق الوطن وعبر 150 ولاية من الوطن. الجبهة الثانية كان واجب كذلك إتاحة تكلفتها إلى كل مواطنين. وأخيرا كان يجب كذلك تحفيزهم من أجل الاشتراك في الخدمة، لا سيما من خلال العمليات الجوارية التي تقوم بها فرق اتصالات الجزائر.